أعزائي المشاهدين، رحب بكم في الأمسية العاشرة لبرنامج كواليس بطولة الشارجة الرمضانية الأولى. اليوم إما فريق الجوارح ولا رويال، إما فريق البحري أو فريق الحميدي، راح نعرف الطرفين اللي راح يخوضون المباراة النهائية، وراح نعرف أيضا الطرفين اللي راح يلعبون على الثالث والرابع. كونوا ويانا في برنامج كواليس، خلنا نشوف. اليوم العاشر من بطولة الشارجة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات، بداية مرحلة جديدة من البطولة وهي مرحلة المربع الذهبي. عندنا أربع فرق بتتنافس على العبور إلى نهاية النسخة الأولى من البطولة. رويال بيلعب مع الجوارح، والبحري في مواجهة الحميدي. المباراة الأولى في نصف النهائي جمعت الجوارح برويال، الفريق الأخضر اللي عانى من غيابات مؤثرة في صفوفه، أبرزهم لاعب المنتخب الوطني محمد عبيد، نجح في التقدم بهدف كان فيه مجهود فردي كبير. رويال اللي عاش تحت الضغط بسبب التأخر تعامل مع الموقف بكل ذكاء، ونجح في العودة بعد جملة تكتيكية ما يؤديها إلا الفرق المتمرسة. المباراة كانت شد وجذب بالنسبة للفريقين، فترات يسيطر عليها رويال وفترات يرجع الجوارح للسيطرة، إلين صفر الحكم واستسلم الجميع للأمر الواقع. سلطان احمد يرتكب خطا، طاقم تحكيمي على مستوى عالي، حكامنا بالفعل عرضيه. يا ولد يا ابن البلد، يا لعيب، العرضيه هي المباراه، العرضيه هي الجول. الجوارح يقول لك طبعا اضمن الركلات الترجيحيه. سيداتي آلهتي سادتي احبتي مشاهدينا، 1-1 انتهت عليه المباراه. الركلات الترجيحيه، استمر الفريقين في التمسك بكل فرصهم حتى الركله الاخيره اللي ضاعت على الجوارح، منحت بطاقه التاهل لرويال. الاولى او فرناندو، الهدف الاول. 1-0 محمد عبد الله الصفاوي، جول. 1-1 الثاني الراقي لاعب قوي صاحب بن حماد، 2-2 الثالثة حلوة فهد الشوت جول. 3-3 خلاص تعادلوا الآن. شوف سيف سجل عيسى كيدي اسمراني اللون. فهد سجل بالجوارح يا احمد، جوارح بالغايب.
بعد المباراة جولنا في كواليس فرحة لاعبي رويال وحسرة لاعبي الجوارح. إذن فريق الجوارح اللي كان مميز جدا في هذه البطولة خرج من هذه المباراة بركلات الترجيح في البداية. هارد لك، مباراة كانت مميزة بالنسبة لكم، أنا أحييكم على المجهود الكبير اللي بذلته اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء الحمد لله على الأداء الطيب اللي قدموه الشباب، وهاي كرة القدم فوز وخسارة، نحن مثل ما نتقبل إن احنا نفوز لازم نتقبل إن احنا نخسر بعد، والحمد لله. هارد لك كابتن، يعطيك العافية. يعطيكم العافية على المجهود، مجهود كبير. ضربات الجزاء دائما الحظ يا يعني ما يكون معاك أو ضدك. كرة القدم لازم فريق فايز فريق خسران. الحمد لله على كل حال الشباب ما قصروا، عندنا نقص الفريق لكن اللي موجودين غطوا النقص وزياده، الحمد لله ومبروك للفريق الفايز وهارد لك. مباراه ثانيه، مباراه الثالث والرابع ان شاء الله، لا زلتوا في البطوله ان شاء الله. ان شاء الله خير. مشكور مشكور. هات لك اذا لفريق الجوارح اللي خسر في هذه المباراه راح يلعب على الثالث والرابع، راح ناخذ ايضا لقاءات وايضا معانا الاداري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفريق صراحه ادى مباراه كبيره، مثل ما تعرف اليوم الفريق يفتقد ابرز نجوم اللعبه في الامارات، مش بس فريق الشباب، تتكلم عن محمد عبيد، تتكلم عن حميد صنقور، تتكلم عن الحارس محمد سالم، تتكلم عن اللاعب عبد الله الخمري. بالفعل فريقي قدم مباراه كبيره بس ما حلفنا التوفيق، بنتيات حظ مشت وياهم، فنقول لهم مبروك الفريقين، انا اقول يستحقون اللقب، وبالتوفيق للفريق البحري والفريق الحميدي. اتوقع كانت مباراه متكافئه بيننا وبين فريق رويال، في النهايه رويال استحق الفوز. هارد لك كابتن. مشكور كابتن. إذن شاهدنا فريق الجوارح اللي كان الطرف الخاسر في هالمباراة، راح نشاهد أيضا فريق رويال الفريق اللي وصل للمباراة النهائية بعد طلوع الروح إذا قلنا، وأيضا ضربات الترجيح. أنا في البداية باك تسأل فايز، من يومين كان الحمد لله ما في شيء، مش الحمد لله على السلامة وما يشوف شهر إن شاء الله، والله أنا ما أدري، أنا توي تفاجأت قبل يومين ما في شيء، تفاجأ عملية كنا بس لاعب الصالة. لا والله انا في الموسم اصلا في نص الموسم عملية يعني كان عندي اصابه بس تحاملت عليها لنهايه عقب ما خلص الموسم، الحمد لله سوينا عمليه بسيطه يعني تنظيف وغضروف بسلامة ان شاء الله، وتستاهل السلامه فايز. مستانس ان اليوم فازوا؟ اكيد اكيد. شوف انا هين وانا اباك انت تساله كيف اللعب اليوم كان، انت تعرف التكتيك اللي لعبوه فيه؟ اعتقد كان اقل من المباريات الماضيه صح؟ لا اليوم خليك لا تكون دبلوماسي. لا 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 مو دبلوماسي، بس تعرف قبل النهائي مباراه فيها انا برا ومضغوط وعلى اعصابي، وفي محترف رقم 8 يأثر يعني تعرف مجموعه طول فتره المباريات اللي طافت يلعبون بنفس السيستم، بس فريق الجوارح بعد فريق قوي يعني، والحمد لله اهم شيء خلصناها احنا. راضي على اداكم اليوم؟ اول شيء اعتقد انت راضي على الاداء. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الفوز. طبعا كمباريات خروج مغلوب ما فيها مستوى، اهم شيء تطلع بنتيجه. نحن فريق الجوارح فريق قوي، ولو مو قوي ما وصل دور الاربعه. نحن كان عندنا لعيبه مش موجودين، لاعب محترف ايقاف، ولا عندنا حارسنا الاساسي ما كان موجود، بس سلطان ما قصر. اليوم كان نجم المباراه والحمد لله توفقنا. وتعرف هذه جزئيات بسيطه في الملعب الصغيره هنا تفرق معك، اذا هي جزء من الثانيه ممكن تاخذ منك مباراه، فما بالك انت 40 دقيقه تلعب وانت متعود على سيستم معين او على فكر معين تلعب وياه، فجاه يتغير عليك السيستم كامل. وفي مجموعه ما لعبت وايد واليوم لعبت كثير، فهي رتم الفريق شوي يتغير، فان شاء الله النهايه الحين الفريق كله يكون فول تيم ان شاء الله، ولكل احد مهما كان ترى النهايات لها طابع خاص. محمد دعيفس اللي دائما على اعصابه اليوم كان على اعصاب اعتقد مو بارد، اعصاب حاره، وشفناك فوق شفناك تحت، لكن في النهايه مبروك على الفوز. الله يبارك فيك. مباراه صعبه الصراحه، اصعب مباراه في البطوله. اشكر مجهود اللعيبه اخواني على المجهود البدني اللي لعبوا فيه المباراه والتركيز العالي حتى في البلنتيات في النهايه، والصراحه وصلنا تقريبا 6-5 وخلصنا المباراة الحمد لله، توفيق من رب العالمين، يستاهلون الشباب. مبروك، ما بطول عليك، عدت مباراة راح نشوف أيضا إن شاء الله مستوى إن شاء الله. مشكور يا أخوي مشكور. الأمسية العاشرة من البطولة كانت حافلة بالضيوف، أكثر من نجم في دوري المحترفين زاروا البطولة، من بينهم الإداري السابق لنادي الوحدة وعميد مشرفي الفرق الأولى بالأندية المحترفة عبد الله صالح أو أبو بدر. لاعبي نادي النصر محمود خميس وطارق أحمد أيضا تواجدوا في كواليس البطولة، وكانت لنا معهم هذه الوقفة. ضيف الأمسية اليوم معنا الكابتن عبد الله صالح، ضيف أمسية دورة الشارقة الرياضية الرمضانية الأولى
انا ارحب فيك، سعيد بوجودك معانا هنا في الدوره. صحيح ان انت بعيد عن الوسط الرياضي مختفي، لكن احنا سعيدين انت موجود معنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، امسي عليكم واهنيكم بشهر رمضان المبارك، وهني سيدي ومولاي صاحب السمو رئيس الدوله الشيخ خليفه بن زايد، ونائب رئيس الدوله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، واعضاء مجلس الاعلى حكام الامارات، وولي عهد ابو ظبي الامين الشيخ محمد بن زايد، وجمهور والامه الاسلاميه اكمل، والامه الرياضيه بشكل خاص. يعني كابتن عبد الله صالح، البعض يقول انت غايب عن الساحه، لكن اليوم احنا مثل ما قلت لك سعيدين انت موجود ويانا. نتكلم عن كره الصالات، ما بنتكلم عن كره القدم العاديه. رايك في كره الصالات خلال السنه هذه والسنه الماضيه والسنين الاخيره؟ انا سعيد جدا بتواجدي هنا، وفعلا هي الان كره الصالات بتهيالي عمرها مش اكثر من 3 سنوات. من خلال 3 سنوات ابتدينا نسمع عن كره الصالات، وفعلا كان فيها يعني عمل جيد، وفيها لعيبه مميزين، وكون ان قناه الشارجه تعمل البطوله الاولى للصالات، انا اقول هذا اتجاه سليم، وهذا اكراميه ايضا للجمهور الرياضي واللعيبه الرياضيين، بحيث ان الانسان اذا كان ممكن من خلالها احنا ايضا نكتشف او يظهر لنا لاعب، او يظهر لنا لاعب يمتلك مهارات وممكن يخدم ايضا اللعبه بشكل عام. فانا افتكر ان خاصه في شهر رمضان، احنا دائما كنا سابقا في رمضان البطولات الرمضانيه كانت شغاله على طول، وكنا ايضا مثل ما انا اشوفها اليوم كانت مزيج من انديه ابو ظبي وانديه دبي وانديه الشارجه، وهذا يعطي ايضا رقعه كبيره لاتساع الجماهير، اللعيبه يكونون قريبين من بعض، ايضا يعمل ثقافه للجمهور اللي يتابع. وانا بصراحه احيي الجمهور المتابع البطوله هذه، لان في الحقيقه نسبه للتواجد المدرجات الجمهور يعني انا اعتبره 80% او 85% حضور جيد، وهذا دليل على نجاح البطوله، وهذا دليل على نجاح التنظيم. واتمنى ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله يكون ايضا البطوله تضيف اضافه جديده. يعني احنا قناه الشارجه الرياضيه عملت السنه، افتكر ان هذه اول بطوله، السنه الجايه ممكن هي تضيف اضافه ثانيه، ممكن الشركات الراعيه تكون اكثر، تتوسع اكثر، ممكن العناصر الفرق المشاركه ممكن تكون اكثر. التنظيم دائما احنا نمشي الى الافضل، دليل على الاستمراريه، فالانسان طالما يستمر دائما يسدو ويعلو الى الاعلى ان شاء الله. شكرا لك كابتن عبد الله صالح. سعيد الله يحفظك. احنا مستمرين في البطوله، ومستمرين معنا احد نجوم دورينا ونجوم منتخبنا، واللي نتمنى ايضا يكون موجود في منتخبنا بشكل اساسي ان شاء الله نشوفك. محمود انا رايح احييك وارحب فيك في البدايه. طبعا في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء نرحب بالمشاهدين ونرحب بالحاضرين. سعيد جدا اليوم بتواجدي في بطولة كأس رئيس صاحب سمو رئيس الدولة. سعيد جدا اليوم بتواجدي هنا، صراحة بطولة انبهرتنا صراحة، تنظيم البطولة كتنسيق كحضور جماهيري. راح صحيح أن أول مرة تقام البطولة هذه، بس لكن الواضح أن التنظيم على مستوى عالي وراقي. أنا أسوي وياك اللقاء، أنت عينك على المباراة، مو مشكلة، لكن مندمج بالمباراة. تفكر تلعب صالة؟ والله شوف أنا تفاجأت الصراحة من الإمكانيات اللي موجودة، تجبرك أنك أنت تشاهد، تجبرك أنك أنت تتعلم نوعا ما، تاخذ خلفية من مباريات الصالات. بالنسبة لكرة الصالات، الكل يعرف أن في اختلاف بين كرة الصالات وأيضا كرة القدم الحقيقية، لكن اعتقد يشتركون في المهارات. والله شوف المهارات اتوقع ان كره الصالات تتطلب كثير من المهارات، وتتطلب مجهود عالي، تختلف بشكل بسيط من كره القدم اللي هي الحشيش. صراحه انا ولا مره لعبت في الصالات، فما اقدر اعطيك شعور، ما اقدر اعطيك بالضبط شو الفرق يعني، بس اتوقع ان تتطلب مهاره كبيره اكثر من
حشيش يعني اللي احنا تعودنا عليها. محمود انا شاكر لك وجودك معي، كل التوفيق مع النصر مع المنتخب، ان شاء الله نشوفك ايضا مع المنتخب الوطني في التصفيات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. ايضا معنا اللاعب طارق احمد لاعب فريق النصر. طارق اللي موجود معنا اليوم ايضا، لكن اليوم بالكندوره والغتره مش بال... راح تلعب ضربه البدايه، لكن انا باخذك في البدايه اللقاء. سؤال واحد سريع، تفضل. كره الصالات لعبتها قبل ولا بتقول نفس اللعيبه انه ما لعبت صالات؟ لا لعبت. في فرق كبير؟ اكيد في فرق، في فرق في الرتم، فرق في السرعه، فرق في اللياقه، لياقه تغيير عن لياقه الحشيش. اصاباتها اكثر ممكن تكون؟ اكيد اصاباتها اكثر لان الارضيه. شو رايك في البطوله؟ أعتقد بطولة حلوة، من أول نسخة متميزة كانت وبطولة قوية، تبشر بالخير في المستقبل. يعني أعتقد أن كل سنة إن شاء الله أنا أكون موجودة هنا، لأن بطولة من النسخة الأولى قوية، وجود فرق قوية، مبارياتها تكون وايد حلوة. أعتقد أن أول نسخة تشوف الجمهور هذا متواجد، شيء يبشر بالخير. سؤال أخير قبل ما ننتقل وياك لضربة البداية، كلام كثير حول انتقالك من النصر للشارجة، الشارجة للنصر، باقي هو النصر؟ والله شوف الكلام أنا بعد سمعت ما في شيء رسمي، فالكل يتكلم. أنا أقول يعني الشارجة هذا بيتي، إذا ما ليت اليوم أكيد راح يجي اليوم اللي أنا أرجع فيه. أنا قايل ما راح أعتزل الكورة، ما راح أوقف اليوم أنا أرجع هني، فما أعرف متى القرار يكون للنادي، لأن أنا يعني مرتبط في عقدي نادي النصر لين 2019، ولكن ما أعرف متى الوقت اللي يكون هني، فأنا ما أعرف صراحة، يعني ما عندي إجابة في هذا السؤال في هذا الموضوع، ولكن هذا بيتي بيتم بيتي، فمتى الله كاتب إن أنا أرجع هني راح أرجع. شكرا لك طارق، راح نشوف ضربة البداية وياك. شكرا لك. كان معنا طارق أحمد لاعب فريق النصر اللي أيضا مثل ما شفنا تكلم عن كرة الصالات، وأيضا تكلم عن انتقاله وايضا بقاء. عموما راح نشاهد ايضا ضربه البدايه مع اللاعب حبيب الفردان وطارق احمد. مباراة نصف النهائي الثاني جمعة الحميدي والبحري، الفريقين في الأدوار التمهيدية قدموا أقوى كرة قدم وأعطونا انطباع بأنهم من أبرز المرشحين للتتويج باللقب، حتى جت لحظة الحسم والمواجهة في نصف النهائي. الحميدي مكتمل الصفوف والبحري ناقص العدد من لاعبين وجاهزين فني وإداري. تقدم الحميدي فارق هدفين ورجع البحري عن طريق ريكو اللي خلط حسابات الفريق الأصفر، فاستقبل هدف ثالث في مرمى في الوقت القاتل، لكن إمكانيات لاعبي الحميدي رجعتهم للمباراة من نقطة الجزاء قبل نهاية المباراة بثلاثين ثانية. احتكم الفريقين للركلات الترجيحية بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3، وفي ركلات الترجيح البحري دفع ثمن غياب اللاعبين المؤثرين والجهاز الفني عن المباراة المصيرية، رغم أن جارى خصم الحميدي بالتشكيلة الاحتياطية. عن طريق صاحب الهدف المنقذ سعود، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد سعود خالد، ركلات الحظ الترجيحية. شوف التعادل، يا شالها حارس المرمى، شالها حارس المرمى الحميدي على طول، شال جول ابراهيم اسماعيل، ابو خليل سجل ريكو، حلو ريكو 2-1، فهد موسى، فهد جول، حلوه. اذا فهد موسى يذهب بفريقه للمباراة النهائية بعد أن كان المباراة خلاص رايحة، وتفوق فريق البحري ب3-2، لكن الساحر كان ساحرا والمدرب الساحر
يعيد فريق. بعد المباراة كاميرا كواليس أجرت اللقاءات التالية مع لاعبي الفريقين. احنا مع افضل لاعب في المباراة رغم الخسارة بالنسبة للبحري، لكن عاد اليوم سجلت هدفين، كنت قراب من الفوز لكن اخر 20 ثانية هي فيصل كان. الحمد لله وشعل كل شيء والفريق قده، والمشكلة اللي صادفتنا ان فريقنا مشارك بطولتين وبطولة نادي الشبه، فنصف لعيبة راحوا نادي الشبه، فالحمد لله يعني ادوا ربعنا ادوا، بس هاي بنتيات يعني ركلات حظ والحمد لله على كل حال. قارد لك كابتن، احنا راح نحاول ناخذ الفريق اللي فاز في هذه المباراة، ايضا هم يحتفلون حاليا، لكن راح ناخذ ايضا النجم اللي ياب الفوز لهذا الفريق، سدد اول ركلة جزاء. والله متعود على ضربات الجزاء ودوم يعني يسدد ضربات جزاء، يعني ما كان علي ايضا. مبروك. الله يبارك فيك. احنا ايضا معانا المدرب مالف، مبروك. اعتقد عندك دروس كبيره بالنسبه للمباراه، أيوة قدمتوا هدفين وكنتوا ممكن تخسرون المباراه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. هاي ظروف المباراه، اذا لعبوا عليك مثلا خمسه، عندنا لعيبه ترى مشكلهم لعيبه صالات، في البعض منهم لعيبه صالات، لكن الحمد لله يعني حاولنا وسوينا اللي علينا والتوفيق كان بيد رب العالمين الحمد لله. انا شفتك جدا مرتبك على اعصابك اخر 20 ثانيه، كنت متوقع انه ممكن تحصلون ضربه جزاء؟ والله ما كنت اتوقع ان نحصل ضربه جزاء، لكن كان عندي امل ان نفس ما هم سجلوا علينا الثلاثه، كان عندي امل ان احنا نرجع يعني، واملي بالله كبير يعني. مبروك، الف مبروك. الله يبارك في حياتك. الفوز، متواصلين ومستمرين في هالبطوله. ايضا معنا اداري الفريق اللي كان طول الوقت يالس، انا طول الوقت شفتك يالس ما تحرك. بسم الله الرحمن الرحيم، انا من بدايه البطوله وانا هادي والحمد لله، ونحمد الله على النتيجه. صح ان الفريق الثاني يضغطنا صراحه مع النقص اللي عندهم، لكن الحمد لله ردينا في اخر دقائق. 3-2 اخر 20 ثانيه، توصف لي حالتك. والله تشوفني يالس، تشوفني هادي، لكن داخل اشتعل نار. الحمد لله. الف مبروك، التوفيق ان شاء الله في النهايه. شكرا، حياكم الله. احنا راح نحاول ناخذ ايضا اللاعب رقم 23 من فريق الحميدية الطرف الاخر لمواجهه فريق رويال في النهائي ان شاء الله. اذا رويال والحميدي في النهائي، بينما البحري وايضا الجوارح في مباراه الثالث والرابع. الف مبروك، فوز كان صعب اليوم وايد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، واجهنا صعوبه اول شيء في المباراه، بعد ما كنا متقدمين ضمننا النتيجه، حصل بعض، ما اقول لك بعض التراخي يعني، طرد اثر علينا شوي من بعد ما دخل على التعادل، سوت ربكه وبعدين رجعنا في المباراه والحمد لله على كل حال مع الطرد انصفنا الله يعني بسر تكاتف الجميع. ما كنت تبغى شوت البلنتي اللي اخر 20 ثانيه؟ لا كنت بشوت والله، ما عندي مشكله، بس عندنا الافضل يعني الحمد لله على كل حال. مبروك وبالتوفيق ان شاء الله. الله يبارك فيك كابتن. دور نصف النهائي سجل حضور بعض نجوم منتخبنا الوطني الاول لكره القدم. اليوم زارنا حبيب الفردان نجم خط وسط المنتخب ونادي الاهلي، والحارس الخلوق حارس الابيض والجزيره بطل كاس رئيس الدوله علي خصيف. ايضا ضيوف امسيتنا العاشره اليوم الكابتن حبيب الفردان لاعب فريق الاهلي ولاعب منتخبنا الوطني. في البدايه رحب فيك، سعيد وجودك معنا في بطوله الشارجه الرياضيه الرمضانيه الاولى. بالنسبه لكم الوضع مختلف كلعيبه كره قدم على الحشيش، الوضع مختلف تماما عن الصالات، لكن اعتقد عندكم فكره كبيره عن هاي اللعبه. اول شيء انا سعيد بالتواجد هنا واشكركم على الاستضافه، وما شاء الله البطوله هاي من السنه الاولى خاطفه الاضواء والكل بدا يشوف المباريات، اتوقع اللعيبه موجودين على مستوى عالي وفرق كبيره، اتوقع راح يكون لها شان في السنوات الجايه. انا اشوف ان هالبطوله ما شاء الله من السنه الاولى في تنافس كبير بين اللعيبه، وصراحه اليوم اول يوم انا حاضر ومستمتع صراحه بالمباريات. حبيب عشان ما اطول عليك، بالنسبه للموسم كان موسم طويل جدا وراح يكون ايضا طويل بالنسبه لكم في الموسم القادم، اعتقد فتره الراحه قصيره، لكن انتم ايضا مستعدين سواء مع الفريق الاهلي وايضا مع المنتخب الوطني. والله شوف، يمكن السنه هاي اول سنه نحصل اجازه تقريبا شهر ونص، اتوقع راح تكون كافيه للاعبين ان مثل ما تقول يريحون اعمارهم يكونون جاهزين للموسم الجاي. الموسم الجاي راح يكون من اصعب المواسم، تعرف راح ندخل تصفيات كاس العالم. اتوقع الفتره الحاليه يعني حصلنا فتره جيده للراحه،
والموسم الجاي راح يكون صعب، نتمنى تكاثر الجميع يعني مع المنتخب. شكرا لك حبيبي. مشكور. احد ضيوف الامسيه اليوم، امسيه الدوره الرمضانيه العاشره، كابتن علي قصيف، لاعب منتخبنا الوطني ولاعب فريق الجزيره، رحب فيك وسعيد وجودك معنا في الدوره الرمضانيه الاولى بالنسبه لقناه شارجة الرياضيه. سعيد وجودك. اول شيء اقول بسم الله الرحمن الرحيم، احب اشكركم على الاستضافه الحلوه، واحب اقول مبروك عليكم الشهر الفضيل، عاد الله علينا وعليكم باليمن من بركات ان شاء الله، وموفقين ان شاء الله. بعد عشان ما اثقل عليك، بالنسبه لكره الصالات مختلفه، الكل يعرف انها مختلفه عن كره القدم الحقيقيه على العشب، لكن بالنسبه للحراس انا اشوف الحراس مثل كرة اليد، كلهم ما شاء الله متان وكلهم مش الحجم الضعيف. بالنسبة لكرة الصالات، هل مقاييس المرمى هاي لها أفضلية بالنسبة للحارس الأعرض؟ أول شيء نقول ما شاء الله عليهم، يعني كرة الصالات الكل يعرفها تختلف عن كرة القدم الحقيقية اللي هي العشب، مقاس المرميين عكس يعني نص، انا اشوف بس نص يمكن الربع على المرمى مال العشب مال كره القدم. عن انهم انا وجهه نظر ان الحارس يك شوي مليان، يمكن انه يغطي الجول اكثر، بس ما يخص، انا اشوف انه يعني ما شاء الله شفنا حارسين هني من افضل الحراس انا اشوفهم في البطوله، ما شاء الله اجسام ومش انه مليانين اضعاف، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. اكتمل الطرف المباراه النهائيه الاخر، الحميدي في مواجهه رويال اللي تغلب على الجوارح، مباراه الثالث والرابع الجوارح والبحري، بينما مثل ما قلنا النهائي الحميدي وريال، من راح يكون بطل النسخة الأولى بالنسبة لبطولة الشارقة الرمضانية الأولى؟ أعتقد أن هذا كل ما لدينا اليوم في برنامج كواليس، راح نتواصل إن شاء الله في الأمسية القادمة في حلقة الغد. كنوا ويانا، مع السلامة.